بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل دروس الكيمياء بالنسبة للمستوى جدا مشترك علوم. الأمر يتعلق بدرس الجزيئات لموليكول. إلى التفاصيل، هناك مجموعة من المحاور اللي غادي نتكلموا عليها. المحور الأول القاعدة الثنائية والقاعدة الثمانية، لا راجل دي دوي لا راجل ديال دو لونغتي. سبق لنا في الدروس الماضية تكلمنا على الذرات، تكلمنا على الترتيب الدوري العناصر الكيميائية، سكون افي ابولي لو طابلو ديال موندولييف. عقلتو في جدول موندولييف قلنا دي بان كاين دي زاتوم كي سون ستابل اي كاين دي زاتوم كي نو سون با ستابل. تكلمنا بان لي زاتوم كي نو سون با ستابل تيقلبوا على ستابيليتي، تيقلبوا على ستابيليتي باش تكون لا كوش اكستيرن اي لي ساتوري. وقلنا بان كاين 3 ميثود باش ان اتوم كي ني با ستابل باش يدوز لا ستابيليتي. شكون هما هاد لي ميثود هادو؟ On a dit, soit il va perdre perte, فقدان عدد من الإلكترونات، ou bien un gain عدد من الإلكترونات، ولا إشراك، تكون واحد العملية ديال الإشراك ديال الإلكترون، عملية الإشراك ديال الإلكترون. هاد العمليات بثلاثة أش غادي يوقع؟ غادي يحولوا لينا واحد لاطوم اللي هو اصلا ماشي مستقر ني با ستابل، باش يحولوا لشي حاجه جديده اللي هي الي ستابل. هاد العمليه ديال 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 فقدان واكتساب الالكترونات كانت تعطينا الايونات، لي زيون. الايونات تيجيو من خلال اكتساب او فقدان الكترونات. إلا كان داك لاطوم مثلا عنده واحد لاكوش اللي هي كا باغ اكزومبل فيها هذا، يلا عنده مثلا اون سول كوش فيها ان الكترون، تلاحظوا معايا بان هاد لاكوش هادي ان با ستابل. تري بيان، باش غتولي ستابل اما غتفقد اما غتكتسب. هاد لاكوش باش تكون ستابل شحال خصها؟ خص يكونوا فيها جوج. دونك إلا كان واحد لاطوم كيني با ستابل وعندو كوش وحدة، إلا عندو كوش وحدة غيقلب على لا ستابيليتي باش تولي لاكوش بلان دو دو. حنا تنقولوا بان حقق قاعده ثنائيه. قاعده ثنائيه هي انه ما كان ستابل ولكن غيقلب على لا ستابيليتي باش يوليو عنده جوج في لاكوش اكسترن. تنقولوا ديال لا ريغل دو دي دو 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 في لاكو في لا ديغني كوش. اما الى خدينا مثلا شي اتوم نديرو مثلا كا دو، مثلا نديرو مثلا ال2 باش يولي ستابل في لي زيون. تعرفوا في لي زيون اللي عنده لاكوش بيريفيريك فيها ان الكترون دو او تروا واش تيدير؟ الفا بيردغ. هادشي راه عارفينو. الي كي الفا بيردغ هاد لي دو غاتولي غادي يولي عنده اون سول كوش اللي فيها دو، هذا الي ستابل باغ لا ريغل ديال دو ثاني دو في لاكوش بيريفيريك. تري بيان. اما إلا كان مثلا ديباسيو 4 راكم عارفين اش باغي نقول، مثلا 7، هذا باش يقلب على ستابيليتي الفا غاني 1 غتولي عندي كا 2 ال 8. لا ديغني كوش فيها 8 اش تنقولوا؟ إلي ستابل وي ميم سي با لا ريغل دو دوي، لا ريغل دو لوكتي، لوكتي هي 8. إذا ملي تنقول لا ريغل دو دوي معناها أن ذاك لاطوم في لاكوش بيريفيريك كيكونوا فيه جوج. اما الا قلنا ستابل با لا ريغل دو لوكتي معناها ان لاكوش بيريفيك غادي يوليو فيه 8 الوقت اللي غادي يولي ستابل. هذا الدروس اللي دازوها دوكا نحيدو هادي. دابا غتجي واحد العمليه ديال المشاركه تاع لي زيلكترون، يعني غادي يولي غادي يوليو عندي دي زاتوم ماشي ان اتوم، دي زاتوم. دي هي اما جوج الفوق. هادوك لي زاتوم غادي يكونوا نو سون با ستابل، مخصوصين بهاد اللغه هادي اي نو سون با ستابل. عوض ما يفقد لا ولا يكتسب لا، غيتشارك مع شي واحد حتى هو ني با ستابل. ملي غيتشاركوا الالكترونات واحد غادي يعطي حقه والاخر غادي يعطي حقه، وتيتشاركوا في الحقوق، معنى اللي عطى هذا قد اللي عطى هذا بالتساوي. ملي غيتشاركوا غادي يخرجوا لينا واحد المكون جديد اللي سميتو لا موليكول، اللي سميتو لا موليكول، معناها ان لا موليكول
تجي من لا ميزون ليفيدونس ديال المشاركه تاع لي زاتوم، يتشاركوا لي زاتوم جوج ثلاثه اربعه الى اخره، باش يخرجوا لي واحد المكون جديد اللي سميتو ماذا؟ اون موليكول. دابا تكلمت لكم على تعريف لا موليكول. اذا لا موليكول سا ريزولت من اش؟ لا ميزون ليفيدونس ديال المشاركه ديال لي زيليكترون دو فالونس. ستر عليها، خص كل مشاركه ديال الالكترون ديال التكافؤ، المشاركه ديال الالكترون ديال التكافؤ بين الذرات، خصهم يتشاركوا الكترونات التكافؤ اللي تيجيو في لاكوش بيريفيريك في الطبقه الاخيره. ملي غيتشاركوا غادي يولوا دوك لي زاتوم ستابل كاملين، لي ديتي غندخلوا فيهم من بعد، ولكن المكون الجديد ما بقاش سميتو لي زاتوم، غيتبدلوا السميه. داك المكون الجديد اللي غادي يخرجوا فيه كاملين غيتسمى اون موليكول، او بيان سور هذيك لا موليكول غتكون ستابل وتكون نوت، غاشي راكم عارفينو. اذا غنمشيو دابا لي ديتاي. قبل ما نمشي لي ديتاي، تتلاحظوا معايا في العنوان كاين تما واحد العنوان سميتو الجزيئات الاحاديه الذره، لي موليكول مونو اتوميك. عندما نقول الموليكول مونو اتوميك، شنو هي مونو؟ معناها في اتوم واحد. الا قلنا موليكول مونو اتوميك فيها اتوم واحد، هذا بحال تنضرب في الزيرو الهضره اللي قلت قبل، لان قبل اش قلنا؟ قلنا كاينين، كاينه العمليه ديال المشاركه. ملي تنقول عمليه المشاركه ونجي نقول اتوم واحد، معناه ان واحد بوحدو قادر يكون جزيئه. تيقولوا سيادنا في واحد في اللغه لكل قاعده استثناء. القاعده لا ريغل جينيرال هي خص لي زاتوم يجيو يتشاركوا، ولكن لكل قاعده استثناء كاين فيها استثناءات، كاين اتوم وسميتو موليكول. شكون هما هادو؟ خاص تكونوا عارفينهم. باش يكون واحد لاتوم يكون موليكول، خاص يكون اشي لا موليكول اللي فورمي دي زاتوم اللي ستابل. اذا خاص يكون عندي شي اتوم ستابل ديجا. شكون اللي ستابل؟ المجموعه الثامنه ديال الجدول مندليف، الهيليوم راكم عارفينو. الهيليوم عنده كا دو اللي ستابل، في الدوزيام بيريود كاين الاخر في المجموعه الثامنه اللي هو الارغون، عنده دي زيليكترون سيتادير كا دو ال 8 اللي ستابل. و لو ترويزيام راه معروف هو لو نيون اللي عنده 18، عنده كا دو ال 8 ام 8. هادو سميتو دي زاتوم، ولكن فيو لا ستابيليتي تيتسماو موليكول، يعني بوحدو داير موليكول راسو ما محتاج حد. اذا نورمالمون سو سون دي زاتوم، ولكن بويسكي سون ستابل تنقولو لهم بان دي موليكول، موليكول مونو اتوميك. كا بارتيكولي موليكول مونو اتوميك. اربعة، الذرات حسب نموذج لويس. هنا غادي نعطي واحد المجموعه تاع لي زاتوم تيتمثلوا على حسب واحد النموذج ديال واحد العالم سميتو لويس، لو موديل دو لويس. اش تيقول لينا هاد لويس هذا؟ تيقول لي الا بغيتي تصايب واحد النموذج تاع لاطوم اش تدير؟ تشوف الرمز ديالو كتبو ودور عليه نقيطات تيمثلوا لي زيليكترون دو فالونس. سالينا امثله سهله، مثال سهل، غنجيو لسيدي الهيدروجين عندو ان، تتعرفوا بان الهيدروجين في لا ريبارتيسيون الكترونيك شكون شنو؟ كا ايكال ان. اشنو هو لو موديل ديال لويس؟ تنديروا الهيدروجين هكا اش، شحال من الكترون دو فالونس عنده واحد تدير النقطه، اما ديرها هنا ولا هنا ولا فين ما عجبك تنديروا النقطه هكا. هذا الديكور هذا شتي الديكور سميتو لو موديل دو لويس. بق سالي هادي، غادي نجيو للهيليوم عنده جوج، اشنو هنا؟ كا جوج. اش لو موديل اش تيكون فيه؟ تندير الرمز ديال اش او، شحال من الكترون دو فالونس كاين جوج، ولكن هذا ستابل، تنحطوهم جوج حدا بعضياتهم الا كان ستابل. استاذ الا ما كان ستابل دابا نجي ليه. الليثيوم ثلاثة، انا راه جايب الترتيب كا جوج ال ان، كي غدير لو موديل دو لويس غدير ال اي. شحال من نقطة غتحط؟ إلا قلتي تحط ثلاثة خصك العصا، راه لو موديل ديال لويس تيقول لك حط ليا لي زيليكترون دو فالونس واحد، تدير القيطة لي زيليكترون دو فالونس فقط، الإلكترونات ديال الطبقة الخارجية. لو بيريليوم
عنده وليداتي هنا كات كجوج ال جوج شحال من الكترون دو فالونس جوج يا استاذ تدير بي او هنا جوج وهنا جوج غير هذا ساتوري هذا نون ساتوري الساتوري تيكونوا مجموعين النون ساتوري تتفرقهم على بعضياتهم شويه تتبعدهم على بعضياتهم شويه دابا تعرفوا من بعد الفرق بين جوج مجموعين وجوج مفرقين غادي نمشي دابا بالرموز 5 تعطينا ك2 ال شحال 3 تبدي داك الرمز كوميان ديال الكترون دو فالونس 3 3 ديال النقاط مفارقين شي حد اخر ثاني سي با اكسبريم مثلا نديرو 6 غتجينا ك2 ال شحال ال 4 شحال من الكترون دو فالونس هنايا 4 تندير اكس هادوك الربعه تديرو 4 بوان ولكن مفرقين غادي نمشي اللي عنده 5 الكترون دو فالونس 6 دو فالونس 6 دو فالونس 8 دو فالونس 9 دو فالونس 9 دو فالونس ياك كاين 9 اتونسيون لا فالونس دي باس با 8 جوج هذاك مول 5 تنديرو هكا شحال من نقطه 5 ردوا البال دابا ردوا البال الا كانوا فوق 4 تديروا 4 د النقاط مفرقين واللي شاط زيدوه مع الاخرين اللي درتو قبل بحال دابا انا عندي 5 غندير 4 مفرقين شاط واحد حطوا حدا هذا ولا حدا هذا ولا حدا هذا ولا حدا اللي يعجبك تيكون هذا سي لو موديل دو لويس معنى تحت 4 حتى 4 ديروا مفرقين واحد جوج ثلاثة أربعة فوق الربعة إلا دير ربعة مفرقين تبقى تزيد واحد حدا الآخر اللي عنده ستة غنديرو إكس كومسا ستة ديباسينا أربعة أربعة شكون اللي خاص جوج غدير واحد حدا هذا واحد ما يمكنش دير ثلاثة جامي تيكونوا جوج كاينش ثلاثة مول السبعة غدير إكس تندير هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ها هما سبعة سيدي مول 8 غادي ندير 4 ديال اليوم الاولين باقيين 4 ها ريغاردي لا وجه واحد ها واحد هنا واحد هنا واحد هنا كلام واضح هذا سي لو موديل دو كوا دو لويس هذا الموديل هذا باش نكون معكم واضح كاين البعض اللي ما غاديش ماشي البعض الاكثريه ما تيديروش تيمشيو مباشره لا موليكول انا فضلت نديرو باش نبسط به واحد الحاجه هانتوما غتشوفوها توت سويت اذا هاد لو موديل ديال لويس تيهتم بوضع الالكترونات تكافؤ حول الرمز ديال ماذا ديال العنصر اذا هذا سي لو موديل دو لويس تري بيان برافو هاد لو موديل دو لويس غيفتح ليا الباب لواحد الحاجه الباب لواحد الحاجه اجو غادي ناخذ مثلا ذره الهيدروجين شحال عندها من الكترون واحد غنحطها هكا ردوا معايا البال عافاكم شحال من الكترون دو فالونس استاذ واحد خليتم اجو معايا الله يجازيكم بخير لواحد لاطوم اخر مثلا نقولوا حنا لو كلور عنده 17 لا ريبارتيسيون الكترونيك كجوج ال 8 شحال شاطو ليا 7 غنصايب ليه هنا موداج لويس ديالو كلور بوغ الهيدروجين قلنا عنده واحد ياك هذا شحال عنده عنده 7 ردوا البال معايا 7 1 2 3 4 5 6 اي 7 هذا لو موديل دو لويس ديال الكلور مزيان استاذ غنسولكم واش هذا الي ستابل لا استاذ واش هذا اسكيلي ستابل لا يا استاذ مزيان بغيتي يولي ستابل هذا بغيتي يولي ستابل خصو يدخل في المشاركه مع شي حد اخر اكس غيدخل يتشارك معاه المشاركه كي غيدير يتشارك معاه اش قلنا قبيله الا كان غيتشارك خصهم يتشاركوا بالالكترونات ديال التكافؤ نفس العدد فهمت شنو نقول
الا كنتي انت باغي تشري واحد الكتاب تيدير 100 درهم مثلا ما عندكش، عندك 50 درهم يمكن لك تشارك مع شي حد اخر، هذاك غادي يحط 50 درهم ديالو وانت غتحط 50 درهم ديالك، غتجمعوا ولات 100 درهم غتمشيو تشريو كتاب. هذاك الكتاب ديال من؟ ما غنقولش انا ديالي، ما غتقولش انت ديالك، غتقول ديالنا. اذا هذيك 100 درهم ديال من؟ ديالنا، مشاركينا بجوج. ملي كانت 50 درهم في يدك بوحدك هذيك ديالك، الاخر حتى هو ديالو، منين تجمعات ولات 100 درهم ديالنا والكتاب ديالنا، تيتحسب عليا ويتحسب عليك. ملي كنا مفرقين كل برزقو، ولكن ملي تشاركنا ديك ديالنا. فهمتوا؟ فهمنا استاذ. دابا هذا خصو يتشارك مع هذا، اذا هذا خصو يعطي واحد صافي، ديغ الاخر حتى هو خصو يعطينا واحد، شي عنصر اخرى شي واحد اخر خصو يعطينا واحد. اشنو غيتشاركوا؟ غيتجمعوا دوك الالكترونات بيناتهم، غادي يجي هذا مع هذا، غيدخلوا في المشاركه، معنى ان دوك الالكترونات غيوليو مجموعين بحال درنا لهم شي كولا، بحال شديتي درتي الطق الكولا، يعني غادي يولي عندك هذاك الاش هنا وهذاك الاكس غيجي حداه بحال هكا، وغادي نشد هذا غادي نحطو هنا، ونجيب ذاك الاحمر حتى هو سيدي غادي نحطو هنا، وندور عليه سيدي هنا. هذا ديال من؟ ديالو. هذا ديال من؟ ديالو. هادو ديال من؟ ديالنا. دابا هاد الجوج محسوبين على هذا ومحسوبين سيدي على هذا، هادي هي 100 درهم اللي قلنا. اش وقع دابا بين هادو؟ ولات بيناتهم رابطه. اشنو هي رابطه؟ معناها جمعتهم رابطه. تنديروا هنا ذاك الاش هكا وتنديروا اكس هكا. دابا هنا واحد القضيه عقلوا عليها مزيان، دائما جوج الكترونات منين تيتجمعوا تنعبروا عليهم بشرطه، تنديروا شريطه، عقلوا عليها مزيان. دابا عوض ما ندير هاد دوز الكترون تنعوضهم بواحد العريضه، هذيك العريضه تسمى رابطه، بالفرنسيه سميتها اون كوا اون ليزون. اذن اون ليزون سي تانتيغي كي فورمي باغ دوز الكترون، واحد ديال هاد لاطوم والاخر ديال واحد هاد لاطوم، هذا مشاركين فيه بجوج، سميتها اون ليزون. اذا لا ليزون شرطه وحده تيكونوا فيها جوج الكترونات، واحد هذا واحد هذا، ولكن ملي تيتلاقاو تيوليو ديال هذا او ديال هذا. دابا عندي سؤال، هاد الهيدروجين هذا، انا عينيا في الهيدروجين، شحال من رابطه غيدير؟ غيدير رابطه وحده. هذا هو بيت القصيد، تنقولوا بان لا ليزون دو الهيدروجين ايكالا ان، لان غدا غيقول لك كيلو لو نومبغ دو ليزون، بحال هكا لو نومبغ دو ليزون اللي ممكن يديرها الهيدروجين مع شي حد اخر، مع شي حد اخر. هنا غتقول لي هي واحد، هاد الواحد راه شرحت لك منين جات، هي هادي، لاقاش راه كاين اللي تيدير جوج شرطات. اذا لو نومبغ دو ليزون دو الهيدروجين هي شحال من رابطه ممكن يديرها الهيدروجين، غتقول لي تيدير رابطه وحده، وهذيك رابطه وحده الا بغيتي تشرحها مزيان اش تقول لي؟ فيها دوز الكترون هذيك الرابطه، واحد ديال الهيدروجين والاخر تيعطيه السيد الاخر، السيد الاخر بلا ما نحطو. استاذ فهمت؟ اجيو شوفوا الكلور، ايوا خدموا معايا عقلكم الله يرضي عليكم. الكلور سمحوا لي ندوزو لهاد الجي شويه. لو كلور شحال عنده في التكافؤ؟ استاذ عنده سبعه، ها هما ها هما ها هما سيدي سبعه، ها هما سبعه. تري بيان، إلا سولتكم دابا نشوفكم واش ناضيين، واش كاين شي نضا ولا كاين غا الخوا الخاوي، شحال لو نومبغ دي يوز دو ليزون دو كلور بلا ما ديروهاش، يلا جبدها. شحال خونا عندو؟ أستاذ عندو سبعة، باش يكون ساتوري شحال خصو؟ ثمانية. شحال خصو؟ وحدة. أنت جاوبتي، رابطة وحدة، منطق وحدة. السيد عندو سبعة، أي يا أستاذ، باش يكون ساتوري شحال خصو؟ 8. شحال باقي ليه؟ وحده. وهذيك هي واحد، تديرها هكا واحد طق سالير. باغي تفهمها؟ اجي تفهمها. شحال خاص خونا؟ خاصو واحد استاذ. اذا كاين شي اتوم اخر حتى هو غيعطي واحد،
راه اللي غيعطي هذا غادي يعطي هذا. خليني من الهضره ديال استاذ انا عندي 50 درهم وواحد صاحبي راه ما عندوش، انا غادي نعطي 99 درهم وهو يعطي درهم. مزيان، الله يجازيك بخير، الخير مزيان، انا ما قلتش لا، انت اخويا شريه وخليه يقرا. انا تندويك على الشيمي، تندويك على الشيمي، كاين كاين هنا عمليه قواعد علميه في الشيمي. اما الحياه ديالنا الحمد لله مزيان، ما عطيه في سبيل الله ما قلنا حتى حاجه، صافي هكاك. هذا خصو واحد، خصو يتلقى مع واحد، خصو واحد سالينا. اش غيوقع؟ غيتجمعوا هاد، ملي غيتجمعوا اش غادي يولي؟ اش غادي يولي؟ غيولي الكلور اسيدي. ها هو هادوك السته، ها هما هادوك ما دخلوش في الروابط. هذا وهذا جوج اش تيديروا؟ تعطيو الشرطه. كم من شرطه؟ شرطه وحده العمس هي هادي. ها استاذ فهمت، دابا نشوف واش فهمت ولا ما فهمتي والو. ها نشوف، نزيد امثله اخرى يا سيدي، يلا نشوفكم. يلا الاكسجين 8، الا فهمتي مزيان يلا قول لي لو نومبر دو ليزون ديال الاكسجين. يلا خصك دير بعدا لا ريبارتيسيون الكترونيك الشريف، ريبارتيسيون بعدا كاجوج ال شحال؟ 6. شحال عنده في التكافؤ هذا؟ 6. شحال خصو؟ جوج سالينا، خصو جوج، غادي يدير جوج الروابط طق جوج كاينش. وستشرح لنا ذوك النقيطات، ها هي الاكسجين هو، اسمحوا لي الهيدروجين يبقى لهاد الجهة، نموذج ليوي 6 1 2 3 4 5 6 ها الستة ديالو. شحال خصو؟ جوج. خاص يشوف شي واحد اخر اللي غيتشارك معاه جوج، معناها حتى هو عنده جوج في التكافؤ، خاصو يتشارك معاه. غادي يتشارك هذا مع هذا، غادي يعطيو رابطه، لان جوج ديال الالكترونات تيعطيو شرطه. هذا غيتشارك مع هذا غادي يعطينا شرطه، ولا الاكسجين اش عنده؟ جوج شرطات بيان سور. هاد الربعه خصهم يبقاو هنا، وهذوك جوج شرطات هي هادي، شتي ها هي سيدي جوج تشترطات. استاذ واضح. نعطي مثال اخر، لازوت عنده 7، راكم عارفين. يلا ك جوج ال شحال خاص؟ 5 استاذ. الا فهمتو مزيان شحال لو نومبر دو ليزون اللي ممكن يعطيني لازوت؟ شحال عنده في التكافؤ؟ 5 استاذ. باش وكان يكون ساتوري شحال خصو؟ 8. شحال باقي خاصو؟ 3. سالينا خصو 3، اذا 3 د الروابط غير مدي ديه 3 د المرات يتشارك مع حد اخر، اذا 3. تفهمها مزيان؟ اجي اللعيبات د لويس ان تكافؤ شنو؟ 5 1 2 3 4. فين غندير الخمس؟ فين ما عجبك انا غنحطو هنا صافي. نعم استاذ. شحال خصو؟ 3. خاص شي عنصر اخر عنده 3، تا هو 3. هذا غيدخل في المشاركه مع هذا، هذا غيدخل في المشاركه مع هذا، هذا غيدخل في المشاركه مع هذا. غادي يولي دابا لازوت غيولي بحال هكا، 1 2 3 هما هادو، 1 2 3، وغيبقاو لي هاد الجوج. 3 سيدي هي هادي، واضحه استاذ صافي مزيان. هنا سمحوا لي غادي ندوز واحد الميساجات. الى رجعتو للاكسجين، شتي هاد الالكترونات اللي تيكونوا هنا جوج، هادو هادو عندهم واحد السميه، سميتو زوج. الزوج علاش؟ لان فيه جوج، وهذا مع هذا حتى هو فيه زوج، هذا راه هو زوج. هذا دابا هادو مع هادو زوج، قبل ما يدخلوا في الروابط هنا، قبل ما تكون الجزيئه، قبل ما تكون كاين هاد الجوج وهاد الجوج وواحد واحد بوحدو. هادوك اللي مجموعين بجوج تيتسماو زوج، هذا الدراري تيتسمى الكترون حر. عقلوا على هادشي مزيان. هادوك اللي تيكونوا جوج سميتهم ان دوبلي، بيان رابع راه واضحه، دوبلي هي جوج. وداك اللي مسكين غامعزول بوحديتو هذاك هو الليبر، وهذاك الليبر هو باش تتم المشاركه. هذا هو الميساج اللي باغي نوصل. الهيدروجين عنده هذا ماشي مشكل. شوفوا لي الكلور، شوف الكلور كاين هنا 3 ديال
لي دوبلي، هاد الثلاثه ديال لي دوبلي ما تيدخلوش في المشاركه، يعني ان المشاركه تتم بالالكترونات الحره ليبر. هذا بوحدو هو اللي دخل في المشاركه. ردوا البال للازو، شوف كاين واحد دوبلي هنا شتيه، هذا ما تيدخلش في المشاركه، ممنوع عليه، تيدخلوا لي ليبر. هذا حتى هو كاين جوج ديال الازواج شتوهم ولكن ما داخلينش في المشاركه، تيدخلوا لي ليبر. ديما لي ليبر هما اللي تيدخلوا. واضح مزيان، انا ما كرهتش. من خلال الامثله نجبدوا شي قاعده، الا قدرتوا تمشيو معايا. استاذ كيفاش؟ كيفاش ما فهمتيش؟ كيفاش بغيتك تعطيني شي علاقه مثلا نولي نخرج بها لو نومبغ دو ليزون ديال شي عنصر اكس، لو نومبغ دو ليزون شي عنصر اكس. استاذ كتبتها جوج المرات، كتبتها. بغيتكم تعطيوني القاعده نخرج بها لو نومبغ دو ليزون ديال الهيدروجين والقاعده ديال اكس. هاد اكس شكون هو؟ اي اتوم ولكن صوف اكس، صوف هيدروجين، اسمحوا لي صوف هيدروجين. بغيتكم تدخلوا واحد الحاجه باش نعاونكم واحد شويه. دابا الهيدروجين اش كتبنا ليه؟ كا كوا كا ان. اش تيتسمى هاد الالكترون في الطبقه الخارجيه؟ واش سميتو الكترون دو فالونس؟ اها، لي زيلكترون دو فالونس غادي نعطيهم في هاد الدرس واحد الرمز، غنرمزو لهم بي، تنقولو بي ايكالا ان. واضح. لازوت فين هما الكترون دو فالونس؟ خمسة، خمسة شتيها، اذا بي هي خمسة. لوكسيجين نومبر دي الكترون دو فالونس 6، اذا 6 هي بي. لو كلور لو نومبر دي الكترون دو فالونس 7، اذا هي بي. دابا بغيت تدخلوا ليا واحد القضيه، تعطيني النومبر دي ليزون دي الهيدروجين اون فونكسيون دو بي، وهذا حتى هو اون فونكسيون دو بي. يلا اجتهدوا شي شويه، شوفوا واش تقدروا. راكم قافزين تبارك الله. استاذ نشوف شحال لو نومبر دي ليزون دي الهيدروجين؟ واحده استاذ. اييه، وشحال بي في الهيدروجين؟ واحده استاذ. يعني هنا واحد شتي و بي هو واحد. اشنو هو العدد؟ انا غنعاونكم شويه، بغيت ديروا الفرق ديال شي حاجه هكا. اشنو هو العدد هنا اللي غتحطوا الا نقصتي منه واحد يعطيك واحد؟ استاذ راه باينه هي جوج. ها واحد القاعده الهيدروجين طق حيد، شتي هادي تنطبقها الهيدروجين فقط دو موان بي. شوف هنا ناخذ مثال، اش بغيتي ناخذ الكلور؟ ها اللي يعجبكم، يلا ناخذ الكلور. الكلور شحال نومبر دو ليزون استاذ؟ وحده، اذا هنا رقم واحد. شحال الكلور بي ديالو؟ سبعه، سبعه. شكون العدد اللي غادي يجينا؟ وها باينه صاحبي ثمانيه. الا درتي ثمانيه ناقص سبعه شحال تعطيك؟ واحد. اذا القاعده هي هذي، هاد القاعده تنستعملها الا بغيت نخرج لو نومبر دو ليزون ديال شي اتوم كيما بغا يكون، غير ما يكونش الهيدروجين. واحد قال لي استاذ ودابا هاد القاعده درتيها بالكلور. استاذ هو شكون اللي قال لي صحيح هذاك الشيء الاخر؟ اش نجربوها؟ لازوت شتيها؟ شتيها استاذ. شحال بي ديالو؟ خمسه. ثمانيه ناقص خمسه شحال؟ ثلاثه. هاي الاكسجين شحال بي ديالو؟ سته. شتيها؟ سته. شتيها؟ هاي سته. الا درتي ثمانيه ناقص سته شحال؟ جوج. ها هي سيدي جوج، تلعبوش عليها. وبيني وبينكم شتا شي كاع ما ديرو كاع. اجي دابا الهيدروجين واش ساتوري؟ لا استاذ. شحال عنده؟ عنده واحد. باش يكون ساتوري شحال خصو؟ خص يكون جوج. قاعدة ثنائية صافي، افهمها. إلا كاينة قاعدة ثنائية معناهاش دو موان بي. أما لي زوتراتوم اللي عندهم بلوس كو دو كوش، بلوس كو سول كوش، تيكون ساتوري شحال؟ تيكون ساتوري بثمانية. إلا كان غادي يكون ساتوري بثمانية، إذا لو نومبغ دو ليزون اللي غادي يدير شكون هي؟ هي غتكون 8 اللي المفروض تكون، 8 اللي المفروض تكون، وتتنقص منها لو نومبغ ديال الكترون اللي كاينين عنده. هو عنده 7 ياك؟ عنده 7، مزيان. شحال المفروض تكون عنده؟ 8. إذا كان المفروض تكون عنده 8، إذا قلت لو نومبغ دو ليزون ديال الهيدروجين هي 2 موان بي، هي ان ديما توجور ان في الهيدروجين.
راه كان علينا نكتب ان ال 12 هو واحد صافي وتهناو. اما لو نومبر دو ليزون ديال شي اتوم اخر هي 8 موان بي. انا هذه اللي خصكم تردوا لي على بال. هذه 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 شتي هذه هذه مهمه هذه. اما لو نومبر دو ليزون ديال الهيدروجين راه واحد ديما واحد. انا كما تبقى تقول لي القاعده هذه النومبر دو ليزون الهيدروجين راه واحد. هذا مدخل مهم جدا باش نمشي للبارتي المهمه في الدرس وهي خامسا تمثيل الجزيئات حسب نموذج ليويس. قبيله اش درنا استاذ درتي التمثيل ديال لي زاتوم مزيان. دابا لا دابا غندير التمثيل ديال لي موليكول. غنعطيك واحد لا موليكول تيقول لك يلاه صوب ليها نموذج ليويس ديالها. تيقول لك صوب ليها سيدي نموذج ليويس ديالها. ناخذ مثال نطلقكم واحد المثال لا موليكول الجزيئه دو كلورير ديدروجين كلورير ديدروجين جزيئات كلورو الهيدروجين. غنعطيك الصيغه ديالو هي هذه. هاي قال لك رسمها لي حسب نموذج ليويس حسب نموذج ليويس. ولكن خصني نعطيك واحد الحاجه تيعطيك البنيه ديال لي زاتوم اش 1 وتيعطيك الكلور راه مسيدي كلور راه معروف دي 7. الطريقه القديمه دابا اسمحوا لي غنهضر على القديم والجديد. الطريقه القديمه اش كنا تنديروا؟ الطريقه القديمه تنجيو اول حاجه بروميير دي شونس لا بروميير دي شونس تنشوفوا لي زاتوم اللي كاينين هنا كل واحد غادي ليه لا ريبريزونطاسيون ديال لي كوش لي زيلكترون سورو لي كوش كاينه كا ام تتخليها كلور شحال عنده دي 7 تدير وليدي هنا كا وتدير دو ال شحال 8 ام شحال 7 صافي. هذه هي الحاجه الاولى اللي خصك دير. من بعد كل اتوم غادي تصايبو حسب نموذج ليويس تدير بحال هكا اش شحال من الكترون. اولا خصكم تحضروا تردوا البال الالكترون دو فالونس. الالكترون دو فالونس بي هي واحد ولكن هذا بي هي 7. اذا هذاك الهيدروجين خاص تحط ليه نقطه وتجي حداه تحط الجارو اللي بغيت تشارك معاه كلور شحال عنده من الكترون دو فالونس 7 تدير له بحال هكا أربعة. بعدا خاص ثلاثة واحد جوج ثلاثة. كلكم غتلاحظوا واحد الحاجة أستاذ علاش هذاك الواحد اللي بقى بوحدو جديه عند حدا هذا؟ لأن قبيلاش قلنا دابا هذا خصو واحد هذا خصو واحد خصهم يتشاركوا. هذا غادي يقول الكلور راه واحد الإلكترون ديالك. هذا غادي يقول الهيدروجين إوا راه أنت الإلكترون ديالك. راه ما يمكنش الكلور يعطي من هنا. شتي هاد لي دوبلي هادو هادو ما تيتقاسوش فهموا. هذا وهذا وهذا ما يعطي حتى حاجه تيبقاو مجموعين هذوك الجوج الضربه غتجي في هذا. اذا هذا غيجي هنا وهادي غادي يجي هنا وغيتلاصقوا. شوف اش غتولي لا موليكول تجي هكا خصهم يقربوا لبعضياتهما. قرب ها الكلور قرب معنا صافي راه تلاصقوا بحال درتي لهم الكولا. ايوا نكمل حسين هاد النقطة غدير هنا ها هاد النقطة غدير هنا هاد النقط هادوك النقط الأخرين تدير لهم ها هما هنا ها هما هنا ها هما ها أكيد فهمتوا. إلا سولتكم دابا هاد الإلكترون اللي كحل ديال من غتقولوا السيت ديال الهيدروجين ديالو بوحدو وهاد الشيء كامل كلور بوحدو. من القضيه تجمعوا مع بعضياتهم رد البال. شتي دابا هاد الجوج هادو وهادو وهادو راه ديال الكلور. هذا ما تيدي فيهم والو ولكن هاد الجوج راه ديال الهيدروجين وديال الكلور محسوبين عليهم جوج. راه هي ديال قبيله 50 درهم 50 درهم منين اشتركنا فيه ولا ديالنا. هذه هي ديالنا ديالنا انا هي هذه هذا وهذا هو ديالنا.
واستفاد هو النموذج اللي ويسال لا مازال تنجيو تنديروا اش هكا. سمعوا مزيان هاد الالكترون هذا الالكترون شحال جوج دائما دوز الكترون تنقول جوج تترسموا بعريضه تتحيد تتحيد هذا ودير عريضه هكا. واحد قال لي شحال الطول ديالها الله يهديك عريضه وصف. الكلور تدير السائل هكا اش قلنا جوج الكترونات اش تنديروا لهم عريضه يا استاذ حتى هادو غدير لهم عريضه هادو هاد الجوج هادو تديروا هكا هاد الجوج دير لهم هكا وهاد الجوج دير لهم هكا واستاذ تقدرتي واحد العريضه طويله وعريضه قصيره بطبيعه الحال لان العريضه الطويله علاش طولتها راه هذه هي الكولا سبيسيال اللي شاده لي الهيدروجين والكلور وما هادو هذا خصها تكون طويله هذه راه هي اللي شاده لي دوك الجوج اما هاد العريضه وهذه وهذه راه محطوطين فوق الكلور شتو هذه بحال شي طوموبيل عند الرويد باش تتمشى فوق الارض وكاين الرويد سكور هادو بحال تنسميهم حنا الرويد سكور هادوك الالكترونات السكور شتي هاد الموديل هذا هذا هو اللي سميتو لا موليكول ديال اش سي ال حسب نموذج لويس هي في البروغرام القديم وتيسولك ملي تيجي تبدا يسولك انا نتكلم على البروغرام القديم تيقول لك في هاد لا موليكول هادي كم عدد الازواج الرابطه كم عدد الازواج غير الرابطه هادو رموز تيقول لك عاد وريهم ليا نجيو لهنا اجو معايا لهاد الموديل هذا اشنو هذا هذا واشنو هذا هادو الازواج هاد هاد الزوج وهذا وهذا هادي ثلاثه ازواج 3 بير 3 دوبلي 3 دوبلي ولكن هاد الازواج هادو واش دخلوا في الرابطه لا استاذ ما دخلوش تيتسموا ثلاثه ازواج غير رابطه بسالينا هادوك غير الرابطه هي دوك الرويد السكور اللي محطوطين غير محطوطين هذا خويا والله ما دخلوا في الرابطه سميتو غير الرابطه واستادوا عندهم شي رمز كي الاساتذه تيديروا من الرموز كل واحد واش تيدير كل تيسمي مثلا ان بريم ماشي مشكل هذا الرمز ديال اللي عجبك فينا هي الرابطه هي هذه هذا 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 شتي هذا هذا سمع مزيان سمع مزيان هذا راه زوج في جوج ولكن الزوج هو رابط وهذاك الزوج الرابط راه هي اللي سمينا قبيله ان ال عدد الروابط اذا الزوج رابط هو دوز الكترون تيجو بين ذرتين الزواج غير الرابطه هما داك اللي محطوطين محطوطين تمايا ازيان ما بداش تيقول لك كم عدد الروابط زائد نوعها الروابط رد البال دابا واحد القضيه انا ما قلتيش كم عدد الازواج كم عدد الروابط اشنو هي الرابطه في الفيزيك في الشيمي بحال بحال اون ليزون رابطه شي حاجه تربط بين جوج ذرات فخت فهمها ليا بعدا ملي نقول لك رابطه خاص يكونوا دوز اتوم شو شي حاجه وسطهم هنا شو شي حاجه وسطهم واش هذه دابا رابطه كذوب بعدا الشرطه الصغيره تربط وياش البرد فاش هي رابطه هذه ها رابطه ديما رابطه تتكون اونتر دوز اتوم هذه سميتها رابطه لان تربط ذرتين منين جات جات من المساهمه ديال لي زاتوم تنقولوا تساهميه جات من المساهمه لان كل ذره ساهمت بواحد شحال من شرطه في وحده سميتها بسيطه رابطه تساهميه بسيطه ليزون كوفالون سامبل اون فرونسي لا ليزون كوفالون سامبل سي تي ليزون كي دو اكوا هذه جايه مناش العمليه ديال المشاركه لا ميزون ايفيدونس ديال 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 لاسومبلاج ديالاش ان الكترون من هذا وان الكترون هذا تاسومبلاو جوج عطاوني رابطه رابطه تساهميه بسيطه سهله اجي نشوفوا واش هاد لي زاتوم سون ستابل الشريف لان هاد لي موليكول كلهم دايرين عليها لا ستابيليتي نشوفها ستابل
شتي هذا قبل ما يدخل في المشاركه مع هذا والله ما استعبل، خصو واحد هذا عنده سبعه والله ما استعبل. شتي من يدخلوا في المشاركه رد البال شحال هذا عنده ولا في التكافؤ، ولا عنده جوج راه ولاو جوج ديالو، ها هو والله استعبل. هذا شحال عنده حسب جوج اربعه سته ثمانيه، هادو تيتحسبوا على هذا، هذه هي ديالنا تيتحسبوا على هذا ويتحسبوا على هذا. اذا ولاو استابل بجوج، واحد فيهم استابل باغ لا ريغل دو ديي هو الهيدروجين، جوج الكلور شحال دايرين به و ست ثمانيه لا ريغل دو لوكتي، راه ديما في لا موليكول واحد كتلقى اما لوكتي لوكتي ولا ديي لوكتي ولا ديي ديي على حسب الامثله. هذا البروغرام سيدي القديم، سمحوا لي غادي نبقى دائما في البروغرام القديم. انا عطيتكم اش سي ال، غادي نزيد واحد جوج الامثله في البروغرام القديم باش نمشي لكم البروغرام الجديد. غنقول لك اخويا جزيء الثنائي الاكسجين او 2 ونعطيك او 8، غنقول لك صايب ليها نموذج ليويس بروغرام القديم، تتحط الاكسجين هنا الاكسجين هنا بعدا بعدهم يلاه ليويس. شحال من الكترون في دو فالونس هنايا؟ 6 استاذ 6 حضي راسك 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6. اشنو هذا؟ استاذ سي تان دوبلي نون ليون، تري بيان دوبلي نون ليون، الكترون ليبر الكترون ليبر، العربيه زوج غير رابط غير رابط حر حر، هذا خصو جوج هذا خصو جوج خصهم يتشاركوا. اريدك 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 اريدك، هذا غيتشارك مع هذا ما يمكنش يتشارك مع هذا، هادو ما تيتقاسوش. هذا اش درت هذا غيمشي لان ما يمكنش ندير النعوج تخربيق هكاك، هذا غيتشارك مع هذا الاخر غيدخل يتشارك مع هذا. شوف لا موليكول كي غتجي، غتجي الاكسجين الاكسجين هي هادو غدير لهم شرطه التحتاني غدير شرطه، شوف الباقي هذا شرطه صغيره واخا تعوجو مشي شويه شرطه صغيره شرطه صغيره شرطه صغيره، هذه سميتها لا موليكول ديال الاكسجين ولا ديوكسجين سولون ليويس. سريع كوميان دي كوميان دو دوبلي نون ليون؟ ها واحد جوج ثلاثه اربعه. كومبيان دو ليزون فهاد الرابع فهاد لا موليكول؟ كومبيان دو ليزون؟ انا عرفتكم دابا كاين اللي فكر وقال لي جوج، فينا هما استاذ؟ ها هما والو دفكتي. اشنو هي رابطه؟ شي حاجه بين ذرتين. شتي منين يكونوا عندك اوليدي دوز اتوم دوز اتوم، داكشي اللي بيناتهم سميتو رابطه سانغولي رابطه، هادشي كله تشرطات بجوج تتسمى رابطه. منين جات؟ مساهمه تساهميه ولكن الشكل ديالها مكونه من جوج تنقولوا لها ثنائيه، هي كامله سميتها رابطه ولكن مزدوجه او ثنائيه فرونسي ليزون كوفالونت دوبل دوبل. استاذ واضح. مثال اخر، هذا الغاز هذا ان 2 وان عنده سبعه ليويس ان ان، كاين سبعة الطبقة الأولى فيها جوج الثانية فيها خمسة، إذا الفالونس خمسة 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. هذا باغي يمدو لي الدين، ها رد البال شحال خص هذا ثلاثة وهذا ثلاثة، هذا غيدخل مع هذا هذا مع هذا هذا مع هذا، هادو ما تيتق هادوك الجوج قلنا ما تيتقاسوش. الله يرضي عليكم أستاذ سهلة، أش غتعطينا ان ان؟ هاد جوج شرطه هادو شرطه هادو شرطه، بقاو لك جوج هنا شرطه صغار، هادي سميتها لا موليكول ان دو سولون ليويس بروغرام القديم. كامين رابطه اتانسيون، هادي كلها رابطه كلها. شتي دوز اتوم؟ شوف ملي تلقى اتوم هنا اتوم هنا داكشي اللي الوسط كتب ليه رابطه تساهميه ثلاثيه ليزون كوفالونت تريبل، معنى ان العمليه ديال هكوارا تمت ثلاثه المرات. الاستاذ مزيان استاذ كاين اربعه ما عندك بدي اربعه استاذ شتي تعطينا امثله غا ديال دوز اتوم بحال بحال، عطينا شي حاجه مخالفه هي الاولى اش دوزو؟ هذا فيه جوج هيدروجينات واكسجين
اجي نصايبوها لويس اش واحد او 8. حضروا راسكم دابا، راه كاين جوج هيدروجينات، راه جوج هيدروجينات، شحال من اكسجين واحد، معناه هنا خص تحط ليا ثلاثه ديال الاتوم، ثلاثه نحطوا مثلا او هنا، شحال هيدروجين كاينين جوج، دير واحد هنا واحد هنا ولا واحد هنا واحد هنا ماشي مشكل. ها هو سيدي، شتي كون كانت هنا مثلا، سمعوا مزيان، اناش ثلاثه راه غادي تسرح هنا اربعه ديال الاتوم، غدير ان والهيدروجينات ثلاثة منو اش اش اش، هادشي غنجي ليه ابري. يلا تعالوا الهيدروجين شحال دو فالونس؟ استاذ واحد فالونس واحد استاذ. الاكسجين شحال؟ 8 ولكن لا فالونس 6. 6 واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. غتلاحظوا واحد الحاجة، شتا داك الالكترون ليبر تنخلي مقابل معاه هذا باش يدخلوا في لا ليزون مع بعضياتهم، شتا ها هو هذا يدخل في لايزوم، هذا هو سالينا، هذا ولاو عنده جوج، هذا ولاو عنده جوج ساتوري، هذا عنده جوج ربعه خمسه سته سبعه ثمانيه ساتوري، ولكن هذا ماشي موديل دو لويس. ها الموديل دوز الكترون شرطه، اكسجين شرطه، جوج صغار شرطتان، هذا هو الموديل دو لويس. كامين رابطه، رد البالك دابا كامين رابطه، اش قلنا قبيله؟ باغي تعرف الرابطه؟ اه، بين ذرتين كاينه رابطه، بين ذرتين كاينه رابطه، ها واحد الذره، ها واحد الذره، هذه سميتها رابطه، ولكن بين هذه وكاينه اخرى رابطه، اذا كاينه رابطه تساهميه بسيطه، رابطه تساهميه بسيطه، عندك تسميها رابطه ثنائيه، رابطتين تساهميتين بسيطتين، رابطتين تساهميتين بسيطتين. وهنا ممكن نقول لكم واحد الحاجه في الماء، راه كاين اللي ممكن يدير هكا، يدير الاكسجين هنا مثلا ويدير الهيدروجين هنا مثلا، وغادي يجي لو ميم الشيما بحال هكا. هو من واحد الناحيه راه صحيح، ولكن شكون اللي صحيح عمليا؟ تندوزو دابا هذه هضره اخرى، هذه هضره اخرى، لانك الا قلنا واش هذه ولا هذه، غنقول لك بغيتي الحقيقه هي هذه، لان بالمجهر الالكتروني الا شلنا الجزيئه ديال الماء تتبان بحال هكا، وكاين واحد لونغل دهنا ديال 107 دوغري تقريبا. اما هادي تنعطيوها بو غير غيزون سامبليسيتي، غير باش نبسطو صافي. تيبان لي هاد العمليه راه ممكن دابا دار لجميع الجزيئات، ولكن سمحوا لي دابا راه بروغرام جديد، هضره اخرى ما خصكش دير هادشي دابا. كاين اللي تيخدم هاد العمليه داكشي باش سبقتها، دابا غادي نمشي للبروغرام جديد. البروغرام الجديد فيه قواعد، تقريبا خمسة د القواعد. شتي قبل ما تجي تبقى ترسم لي دوك لي زاتوم ودير دوك الشريطات، هذاك الشيء ما ديروش، تتجي القواعد تقول لك دير هادي ودير هادي ودير هادي ودير هادي، في الاخر ترسم. علاش؟ تيبغي يشوف الريزونومون في الدماغ ديالك واحد شويه، سمحوا لي غادي يمشي. القواعد ما غنعطيهمش، غنعطيكم واحد ليكزامبل وغنتيري منهم القواعد، من ليكزومبل نجبدو القواعد باش تعقلوا عليهم. استاذ سير على الله، غناخدو كلورو الهيدروجين، وسمحوا لي غادي نبقى نخدم، وداكشي اللي تندير غنحطو هنايا. فوالا كلورو الهيدروجين ضروري خصهم يعطيونا اش ان ويعطيونا كلور 17. طغاليا قبل ما ديماري، اول حاجه راه غادي نحتاجو ليك لي زيليكترون دو فالونس. ها اش تنديرو؟ تنمشيو لا موليكول، تنشوفو لي زيليمون اللي فيها، لي زيليمون، كاين ليليمون ديال الهيدروجين، تدير ليه لا ريبارتيسيون دي زيليكترون ديالو ك1، كاين ليليمون دو كلور، تديرو لا ريبارتيسيون دي زيليكترون ك2 L8 M7. ها الحاجة الأولى اللي خصك دير، هادي راه باينة، هادي علاش كتبتها؟ لأن خصها دار ضرورية. تدير غير دي زيليمون، راه كون كانت مثلا اش دوزو راه ميمكنش ندير اش ونعاود اش المرات، لان الغرض هنا شنو هو؟ خصني نعرف لي زيليمون اللي هنا اشنو هما لا ريبارتيسيون الكترونيك ديالهم. وستات صافي مزيان، الاخرين غنخليك تجبدهم راسك، غادي نرجع للبروغرام القديم باش نجبدو القواعد. استاذ ها
الهيدروجين حتى شحال عنده في التكافؤ ديالو؟ 61. الاخر شحال ولدي عنده؟ 67. ها هو واحد. هادشي مفهوم فهم استاذ. راه نديرو ديك اللعبه ديال اكيديك. يلا جمع استاذه. هي استاذه هما هما تجمعوا استاذ. ها الكلور ها هو استاذ. دير دوك الشرطه التقبيله الطول القصر. الشرطه طويله هي هادي. كلور ها هو ها هما ها. تبعوا معايا الله يرضي عليكم. تبعوا معايا مزيان. غنمشي لهاد لا موليكول غادي نبقى نطرح لكم شي اسئله جاوبوني عليها. بقاو تجاوبوني عليها. هاد لا موليكول بغيتك تقول لي وليدي هنايا. بغيت نجي انا نقول لك مثلا خرج لي في هاد لا موليكول هادي. نعطيك سؤال. اعطيني مثلا لون نومبر. اكيد هنا واحد لون نومبر توتال ديال لي زيليكترون. لو نومبر توتال دي زيليكترون دو فالونس في تو لي زاتوم. تو لي زاتوم هاد لو نومبر توتال غنعطيه راه كاين رموز تيختلفوا في الاساتذه. انا سميت ان تي مثلا. شكون ان تي؟ غتشوف لي زاتوم اللي في لا موليكول. غتمشي تحسب ليا لي زيليكترون دو فالونس ياك. جمع ليا كلشي. ماناش خصك دير. خاصك دير هنا لو نومبر ديال الكترون دو فالونس ديال الهيدروجين اللي هو واحد. ها هو. زيد عليه لو نومبر ديال الكترون دو فالونس ديال الكلور هو 7. جمعهم ليا 8 وحطهم. مسالينا مساليت. تحط لي هادي استاذ. صافي مزيان. هذا بي تاع الهيدروجين وهذا بي تاع ماذا؟ لو كلور. تتجمعهم ليا 8. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فهمنا استاذ. القاعده الثالثه بقاو جوج. القاعده الثالثه غنقول لك اعطيني لو نومبر ديال لي دوبلي. دوبلي ليون بلس نون ليون في لا موليكولا. في لا موليكول استاذ شي رمز ديالها على حسب الاساتذه. انا غنسميها ان تي. كل واحد تيسميها. اش هو المقصود فيها؟ اجي لهاد لا موليكول هادي. هادي هادي اجي لهادي. شوف هادي خرج ليا من هاد العدد. فكروا معايا شويه اشنو هو النوبغ دي دوبلي نون ليون. شكون هما نون ليون؟ هما هادو. ها واحد ها واحد ها واحد. الهيدروجين ما عنده حتى حاجه. شحال؟ 3. اذا كاين 3 بعدا هو الاول. واضح استاذ ساين. 3 شكون هما؟ نون ليون هادو. شوفوا ولدي النون ليون في لا موليكول كامله. في لا موليكول كامله هانت 1 2 3. فين هو دوبلي ليون؟ هو هذا. هذا هو دوبلي ليون. كاين واحد دوبلي ليون كاين واحد. سمحوا لي باش نبقى غادي مع الترتيب ديال الكلمات. هنا كاين ان نون ليون كاين 3. جمعهم اوليدي عطاتنا 4. اذا شكون هي ان دي؟ هي المجموع ديال دوك لي دوبلي الصغيورين مع داك اللي تيجي بين لي زاتوم. هنا غنطرح لك واحد السؤال. نقول لك كومباري ان دي و ان تي. غتقول استاذ هنا 4 وهنا 8. عقلتوا ولا ما عقلتوش؟ عقلت ولا ما عقلتيش؟ عقلت استاذ. يلا شكون هي ان دي؟ يا استاذ هي ان تي سور دو. ها واحد القاعده طلعتها. شتي 4 هي 8 على 2. علاش هادشي درتو؟ لان باش تفهموا القواعد الدور ديالهم ابري. لان من بعد شتي هاد شتي هادشي اللي تندير هنا ما غتشوفوش. والله لا شتيه. شتي هادشي ما غنرسمولكش. وهادشي ما هادشي كله ما غيترسمش. وغيسولك علاش. بالنسبه للاولانيه غتصايبها لي انا غنعطيك لي زد. الثانيه غتصايبها لي انك جبتيها من هنا. ها الثالثه ملي غتجيبها
غتقول الاستاذ عندي لا والو هادشي غنحيدو. يعني الا كنتي عرفتي انت غادي تقلع ان دي وان دي هما عدد الازواج الرابطه وغير الرابطه. الرابطه هي هذه وحده، غير الرابطه هي هذه. انا خديت مثال نبني عليه تعرفوا القواعد، انا غندوز الامثله غنحيد لك اخويا نموذج لويس وتقول الله شتيه من لي زاتوم تخدم واستاذ صافي واضح. الرابعه تنشوفوا لي زيليمون الانواع الكيميائيه اللي في لاطوم. استاذ واضح شكون اللي كاين؟ كاين الهيدروجين. شتي هذا الهيدروجين هذا غتعطيني جوج الحوايج، غتعطيني لو نومبر دو ليسون اللي غيدير، وغتعطيني ان بريم ديال الهيدروجين. ان بريم شكون هي ان بريم؟ لو نومبر دو دوبلين نون ليون. راه كتبتها قبيله الفوق. ان بريم هي النومبر دوبلي نون ليون، والاخرى ان ال هو لو نومبر ديال دي ليزون. غنجي ان ال. ان ال اش قلنا قبيله في ان ال؟ استاذ هي واحد مزيان صحيح. شحال النومبر ديال لي دوبلي نون ليون في الهيدروجين؟ رجع لهنا باش تفهم استاذ. حتى واحد ما كاين والو. شوف خاوي ما عندوش هادو هما دوك الروايط السكور الصغيورين، عقلوا عليهم ان بريم. الروايط السكور دوك الشرطات الصغيورين استاذ والله ما عنده حتى واحد صحيح. اجي الكلور شحال لو نوبغ دو ليزون ديالو؟ استاذ قلت لينا قبيله 8 موان بي صحيح. شحال بي في الكلور استاذ؟ 7. شحال؟ 1. صافي حطها انا ما قلت لك حتى حاجه حطها. الكلور عطوني ان بريم ديال الكلور عافاك. اشنو ان بريم؟ شحال من شرطه صغيره دايره به استاذ؟ 3. ها هي غنحاول نجبد واحد القاعده، غادي نحاول نجبد قاعده. حاولوا شوف حول هذا العدد تكتبوه لي بحال هكا، شي حاجه موان شي حاجه سيغ دو، ولكن العدد اللي غيكون هنا واللي غيكون هنا واحد غادي يكون بي الاخر غيكون ان ال. نعاونكم شويه. شحال بي ديال الكلور استاذ؟ 7. بي ديال الكلور هو 6. شحال ان ال ديال الكلور استاذ؟ راه 1. يلا هاد العدد 7 1 بلاصيهم هنا استاذ باينه استاذ. هي 7 ناقص 1 على 2. 7 ناقص 1 هي 6. 6 على 2 هي 3. حيد 7. شكون 7 استاذ؟ هي بي. حيد 1 هي ان ال. اذا هالقاعده بنت ان بريم هي بي موا ان ال سيغ دو. استاذ الهيدروجين؟ الهيدروجين ما عندوش عقل عليها، ما عندوش. القواعد وصلت ليهم؟ شتي هذا المثال غرضي في القواعد. دابا غادي نمشيو للمعقول، غنحيد هادشي كامل دابا كلشي مشى بحال. غادي نبقى نعطيك دابا لا موليكول وغادي نستعمل القواعد وحده بوحده باش في الاخر نرسمو لو موديل دو لويس. استاذ بسم الله اجو. غادي ناخذ لا موليكول ديال اش 2. بغيت نصايب ليها نموذج لويس بطريقه جديده. تبدا باش اول حاجه اشنو لا ريبريزونطاسيون ديال لي زيليكترون سولون لي كوش. اشنو هما لي زيليمون اللي هنا؟ اش استاذ؟ ها هو 1 كشحال كواحد سالينا الاولى. عديت تقول لي استاذ راه كاين دوز اتوم عاود جوج المرات؟ لا ما تنديروش لي زاتوم، دير لي زيليمون العناصر. الثانيه غتعطيني ان توتال شحال؟ كاين اللي قال استاذ ايوا نرسمو بعدا لا موليكول في النظام القديم ونجاوك. لا ممنوع، ما كاينش داك ممنوع. قرا اش كاتب لك انا؟ قرا صاحبي اش كاتب لك؟ لو نومبر توتال دي زيليكترون دو فالونس ديال تو لي زاتوم. مزيان. شحال هذا اللي غادي يقول لي واحد ما قريتيش مزيان اصاحبي. النومبر توتال دي زيليكترون دو تو لي زاتوم. ما شتيهاش تو لي زاتوم؟ يعني اش خصك دير هنا ملي تبغي دير ان تي؟ ملي تبغي دير ان تي غتكتب ليا تو لي زاتوم اللي في لا موليكول. تو
لي زاتوم شحال من اتوم راه كاين جوج اشريف كاين جوج غديروا هكا هذا شحال عنده من الكترون دو فالونس والاستاذ عنده واحد شتي وهذا شحال عنده تا هو عنده واحد اشنو هو تو جمع كلشي اذا ان توتال هي جوج تدير هذا بلس هذا ويعطيك جوج تو لي زاتوم الله يرضي عليكم والاستاذ كاينه ثلاثة ان دي عينك مغمضين ان تي سور دو شحال دو سور دو ان هل تلقيتي ان دي ولكن اسمح لي شكون هاد ان دي اقرا لو نومبر دي دوبلي ليون ان نون ليون شوف هذا سميت لان لي دوبلي ليون شكون هما ليون هي ديك العريضه الطويله اللي تتجي بين دو زاتوم شكون هما لي نون ليون هما داك الصغيور اللي سميتهم الرويضة سكور معنى ان لا موليكول الا جمعتي هادو وهادو تعطيك واحد وافهم معنى اما كاينه وحده في الطويله وهذه ما كاين والو ولا كاينه وحده في هذه وهذه ما كاين والو هذا هو المعنى ديالها استاذ وانا باش غادي نعرفها دوز القاعده الرابعه تعرفها اش قال لك هنا غتعطيني لي ليمون شكون لي ليمون اللي كاين كاين وليدي الهيدروجين اللي كاين بوحدو يلا اعطيني ان ال ديالو ان بريم ديالو ان بريم شكون ان ال ديال الهيدروجين واحد ان بريم زيرو شتي منين صيبتي القواعد دابا عاد انت حط ليا لا موليكول سولون لو موديل دو لويس كي غدير دابا غادي نجي لا موليكول عاد غادي نجي دابا نقولو تيان غندير لا موليكول سولون لويس شكون الصيغه ديالها اش 2 شحال فيها من اتوم كاينين جوج غتحط واحد هنا واحد هنا دابا اش غدير غتبدا تدخل العريضه الطوال والقصار الطوال والقصار وغادي شكون اللي غيوريك الجواب هادو هادي اللي غتوريك اشنو هادي ليون فين تتكون ليون تتكون بين هذا وهذا هاي هادي هي هادي اش غتزيد هنا تزيد شي حجره ما فهمتي والو صافي سالينا علاش لان اش قلنا هنا شحال ان بريم زيرو كاين حتى حاجه والو خاوي هذا هو لو موديل دو لويس وفعلا كاينه وحده هنا ما كاين والو زيرو باش تعطينا واحد هذا سميتها لا موليكول سولون لويس لا ناتور دو لا ليزون هذه راه ليزون هذه سي تو ليزون كوفالون سامبل راه قلتها قبيله استاذ صافي مزيان مثال اخر انا غادي ندوز هذوك اللي درت لكم قبيله استاذ دير اودو استاذ ها هي سيدي اودو يلا بسم الله اش قلنا يلا او عنده 8 ك جوج ال 6 ب هي 6 هادي هاي جوج ان توتال اش قلنا تو لي زاتوم شحال من اتوم جوج اتونسيون اتونسيون راه عندك دو زاتوم شحال بي ديال كل واحد 6 شحال بي ديال هذا 6 6 زائد 6 12 سالينا 3 ان دي شحال استاذ القاعده هي ان تي سور دو دو سور دو 6 عافاكم منين توصلوا لديك ان دي ديما تبقاو تقولوا شوف شكون ان دي هما شرطات كبار وشرطات صغار الا تجمعوا في لا موليكول يعطيني 6 اما غيكونوا مثلا 6 كبار صغار والو واما جوج كبار وربعه صغار المهم المجموع هما 6 غتبان ابري القاعده الرابعه ان بريم شكون العنصر اللي هنا كاين غير الاكسجين لا ان ال بعدا سمحوا لي ان ال تنديروا العنصر وتنديروا ان ال تاعو وان بريم ديالو شكون ان ال 8 موان بي شكون ان بريم بي موان ان ال سور دو القواعد درناهم قبيله شحال تعطينا 8 موان بي 8 ناقص 6 شحال جوج شحال بي هنا 6 وستاد ان ال جوج 6 ناقص جوج 4 4 على جوج جوج اجي نصايبو لا موليكول فيها دوز اتوم دوكسيجين ها هما وليدي دوز اتوم دوكسيجين دابا اش غتزيد يلا زرع الشرطات الصغار والكبار نبداو بالشرطات الكبار شكون هما الشرطات الكبار هما ان ال ان ال هما الكبار ان بريم هما الصغار باش تفهمها شحال ان ال جوج الكبار الكبار خصو يكونوا جوج شتي هادو هما ان ال
الصغار شحال؟ كل اتوم عنده جوج، هاد الجوج هادي شتي هما هادو جوج جوج سالينا، وهو نفس الشكل اللي عطيت قبيله في الطريقه القديمه. ها كومبيان دو ليزون؟ وحده. ليزون كوفالونت دوبل. كومبيان دو دوبلي نون ليون؟ 4. 1 2 3 4. لي نون ليون كاين 4، ليون كاين جوج، سوماسيون تعطيني 6 على موليكول. واش هذا ستابل؟ وي. لا ريغل دو دويي نون 8. راه كاين 2 هنا، جوج هنا، 4 6 8. وستات اش دوزو اش دوزو؟ نديرو اش دوزو مالو. راه غادي نعاود معاكم داكشي قبيله كامل. ها سيدي هو اش دوزو. يلا اش غنديرو في الاول؟ لي زيليمون. شكون لي زيليمون اللي هنا؟ كاين لي ليمون ديدروجين اي لي ليمون دوكسيجين. الهيدروجين عنده واحد دونك كا واحد، الاكسجين عنده 8 دونك كا جوج ال 6 ان توتال. اتونسيون تو لي زاتوم، تو لي زاتوم شحال من الهيدروجين كي كاين جوج؟ راه في الحقيقه خصني ندير كاين الهيدروجين كاين الهيدروجين كاين الاكسجين، كاين ثلاثه باش ما تدفكش. شحال بي ديال هذا؟ واحد يا استاذ بي هو هذا. شحال بي ديال هذا؟ واحد يا استاذ. شحال بي ديال هذا؟ 6 استاذ. جمع كلشي 6 7 8. ارى ليا ان دي يا استاذ، ان تي سور 2 8 على 2 4. اشنو هي 4؟ الشرطات الكبار اللي تيجيو بين دوز اتوم، الصغيور اللي تيكونوا تيكونوا فوق فوق لاطوم، الا درتي لا صوم ديالهم خص تعطيني 4. عرفتي واحد المره واحد اش دار؟ ملي جا الان تي حس دار غير هيدروجين واحد، نسى ما دار جوج، لقى 7. ملي دار 7 على جوج عطاتو 3.5. هو عيط لي قال لي استاذ دابا 3.5 شنو؟ يعني رابطه ثلاثه الروابط مثلا كبار ونص صغيره، كنت كاين شي نصف رابطه من تمريض ولا شنو؟ الدري دفق دفق ما ردش البال جوج. استاذ واضح انت صوبتيها. الفقره الاخيره، القاعده الاخيره عفوا، شكون لي زيليمون اللي عندي؟ عندي الهيدروجين، شحال ان ال الهيدروجين؟ واحد. شحال ان بريم ديال الهيدروجين؟ زيرو. شكون ان ال؟ هي الشرطه الكبيره. شكون ان بريم؟ الصغيره. ولكن غدير الكلور تا هو، شحال ان ال تاع الكلور؟ قاعده هي 8 موان بي، 8 قيس 7 هي معناها وحده طويله. شكون ان بريم ديال الكلور؟ هي دوك الصغيور اللي تيدورو عليه، هي بي موان ال سور 2. شحال بي؟ شحال سي با لو كلور، اكسكوزي موا سي لوكسيجين. عود رانا ان ال ديال لوكسيجين غتولي عندي هي جوج، لان بي 6. هنا بي هي 6 ناقص ان ال جوج هي 4 سور 2 هي جوج، اذا جوج صغار. حطوا لا موليكول دابا. يلا يلا زيد استاذ كاين اش دوزو استاذ؟ ندير او هنا مثلا، ندير اش هنا، ندير اش هنا، سير مزيان. اش كاين؟ ديروا الصغار ولا الكبار استاذ؟ بدا بالصغار هي الاولى. شكون هي شكون هي الصغيره؟ الصغيره في الهيدروجين زيرو، الهيدروجين ما عنده حتى صغير، عطيه 9. الاكسجين، الاكسجين الاكسجين ان بريم 2، معنى كل معنى معنى الاكسجين عنده جوج، جوج صغار هادو هما هادو. طوال دابا اجي نكملوا طوال. شحال طوال؟ هما ان ال، هما جوج، وحده من هنا وحده من هنا. ها وحده جوج ثلاثه اربعه هما هادو 4. لقينا جوج كبار، لقينا وحده، اسمحوا لي لا جوج، جوج كبار هما هادو، جوج صغار هما هادو، ما عطاتك 4. كوميان ليزون؟ هادي ليزون كوفالونت سامبل، ليزون كوفالونت سامبل، دو ليزون كوفالونت سامبل. واضح واضح يا استاذ؟ غادي نزيد لكم واحد جوج الامثله، وفي التمارين غادي تشوفوا ثاني بزاف، تخدموا راسكم واحد شويه. لامونياك NH3 شتو شحال من اتوم فيه؟ فيه 4 لي زاتوم، 4 4 لي زاتوم. بروميير لازوت عنده 7 ك جوج ال 5. الهيدروجين 1 ك 1 القاعده الاولى، الله يعاون. ان توتال شحال؟
عدي تمشي تقول لي 5 زائد 1 راه عندك 3 الهيدروجينات هي 5 تاع لازوت زائد 3 في 1 الهيدروجين هي 8. قاعدة الثالثة ان دي 8 على 2 4. قاعدة الرابعة لازوت ان غتعطيني ان ال ان بريم ان ال شكون 8 موان بي شحال بي 5 8 قيس 5 3 ان بريم بي موان ان ال سور 2 بي 5 اخرى 3 5 ناقص 3 2 2 على 2 1 هادو فيما يخص لازوت. استاذ الهيدروجين الهيدروجين ان ال 1 ان بريم 0 ملي غتبغي تصيب لا موليكول راه عندك 3 د الهيدروجينات الشريف تقدر دير ان هكا كاين واحد هادوك 3 دورهم ليه دورهم هكا ماشي مشكل 3 يلا دخل الشرطات الصغار بغيتي الصغار تعال مزيان لازوت شحال عندهم شرطه صغيره عنده وحده شتي هاي ان بريم وحده هاي الهيدروجين ما عندوش الشرطات الكبار شحال ان ال كاين 3 3 الشرطات الكبار اذا كاين وحده من هنا وحده من هنا وحده من هنا ها لا موليكول سولون لو موديل دو لويس تيبان ليا بان ياش الى ضبطتي القاعده خدمتي المثال الاول الثاني الثالث سالينا غتكمل كلش سمحوا لي غنعطي واحد المثال اخر ولكن غنشوف الذكاء ديالكم هاد لا موليكول هادي اتش سي ان سي سكون ابيلو سيانور ديدروجين كاين اتش سي وكاين ان غادي نجي في التمرين انا ندير معاك واحد الحاجه غنقول لك شوف لو موديل دو لويس هو هذا جيت انا كتبت لك هكا وانا نقول لك صحها راه خاصها شي حاجه او خاصها شي حاجه الهيدروجين تيكون مشبع بالقاعده الثنائيه عنده 2 الكربون تيكون مشبع ب 8 ها 2 4 6 8 لازوت نسيت واحد الحاجه نسيت لي دوبلي نون ليا خص يكون واحد علاش لان هذا خص يكون ستابل ب 8 ساتوري ب 8 2 4 6 خاص واحد الشريطه تكمل لي 8 يعني هذا تيجرني لواحد الحاجه اخرى غدا غنجي نقول لك واحد لا موليكول بحال هكا اكس ايغريك هكا مثلا اكس ايغريك هكا ردوا البال زاد مثلا تي بحال هكا وغنقول لك بان هذا ماشي الهيدروجين غنقول لك زيد لي دوبلي نون ليون زيدو انت كي غدير تزيد خص تكون لا ساتوراسيون اما ب 8 ولا ب 2 جوج الهيدروجين ما دايرش الهيدروجين هنايا والو حتى هذا ماشي هيدروجين اسيدي يلا عمر هذا عنده جوج بحال الا كاين دوز الكترون دوز الكترون 4 خصو لا ريغل ديال 8 لوكتي 8 خصو 4 د الالكترونات كل 4 تيديروا شرطه خصو جوج شرطات شحال خاص هذا 1 2 3 4 عطيت 9 هذا خصو يكونوا 8 8 ديجا دوز الكترون خاص 6 قسمهم على 2 3 نفس العمليه كاين جوج تقسم 6 اذا حاولت من خلال واحد المجموعه ديال الامثله باش تعلموا الطريقه الجديده باش ترسموا شي جزيئه اون سيغتان موليكول سولون لو موديل دو لويس اعطيت الطريقه القديمه والجديده كل يدير ليها غندوزو للبارتي الاخيره تمثيل الجزيئات في الفضاء ملي تنجيو للفضاء ولا تهضره اخرى الفضاء معناه واش انت عندك الهندسه الفضائيه غادي نجي مثلا غنقول لك اسيدي عندي دي موليكول بحال هكا مثلا غنقول لك اش دوزو مثلا غنقول لك اوليدي مثلا ان اش 3 باريزون بحال هكا مثلا غنقول لك مثلا سي اش 4 بحال هكا مثلا غنقول لك اعطيني لا ريبريزونطاسيون في لاسباس اعطيني لا ريبريزونطاسيون في لاسباس يعني كيفاش دايرين في الفضاء هادشي ما يمكنليش تخيلو من راسك نتايا ما يمكنش هادشي تيتعطيكم في القسم تيتعطيك واحد الجدول سمعوني مزيان غيتعطيك واحد الجدول
وفيه الرسومات كيفاش مرسومين، وانت غتشد داك الجدول غادي تشوفه وغادي تحفظ ديك السميات اسيدي، هذه سميتها كذا، هذه سميتها كذا، هذه سميتها كذا. امرضنا ما عنده بس اسيدي، وهنا لان اصعب حاجه هي شي حاجه ديال الهندسه في الفضاء. الى خدينا مثلا اناش 3 في الفضاء، يعني لا ديسبوزيسيون دي زاتوم في الفضاء، تيكون واحد الان هكا، تيجيك واحد العش هكا هكا بحال هكا، تتكون بحال الشكل ديال الهرم، بحال الشكل تاع الهرم. الهرم معنا كاين ان الفوق والهيدروجينات بثلاثه هنايا، والاساتذه في القسم غادي يوريهم لكم في دوك لي موديل. راه تنوريكم شي كرات بيضين، كرات زرقين، كرات خضرين، كرات كحلين. الكحل ديالاش الكربون، الهيدروجين صغير هو الابيض، الكلور هو داك الخضر شويه غليظ، الاكسجين احمر. كويرات تيوريك الاستاذ، مره تيجمعهم سي تا موديل كومباكت، شويه تيفرقهم موديل اكلاتي، وتتبدا تشوف الفضاء كيفاش داير داك الشيء. ها اوكي مزيان. هذه تاي غتشوفوها تتكون بحال هكا اكسجين، وهنا قبيله راه قلتها واحد 107 دوغري، هيدروجين هنا هيدروجين، وكاين سميه تسميتو. اذا هذه هندسه الفضائيه الله يرضي عليكم، غتشوفوا مع الاساتذه ديالكم وغادي تلقاو السميات ديالهم الى اخره. تمثيل كرام، لا ريبريزونطاسيون دو كرام، هنا بغيت نوقف عليها. الى عطيتك مثلا سي اش 4 قلت لك اسيدي رسمها لي سولون كرام، كرام واحد العالم، تيقول لك اسيدي رسمها لي. اول حاجه غندير لو موديل دو لويس ديالها. لو موديل دو لويس راه غادي ديرو في القسم تيكون بحال هكا، هذا موديل دو لويس بحالك، ماشي هذا التمثيل ديال كرام. التمثيل ديال كرام هي رسمها لي في لاسباس حقيقه كيفاش داير، كيفاش غتكون في القسم غادي يوريوها لكم الاساتذه تكون بحال هكا. شتو السيلوات اللي شدنا بربعه، هادو هما الهيدروجينات، تيكونوا بحال هكا بحال هكا بحال هكا، مشدو بحال هكا. هذا هو الديكور ديالك، واحد الديكور زوين بحال هكا، وداك الكربون تيكون في الوسط. تيقول لك استاذ رسمها لي بحال هكا، يلا رسمها لي بحال هكا، اجي ورسمها، اجي ورسمها لي بحال هكا. كلشي غديروا واحد الشكل، انا غادي نرسمو لكم ونبداو نناقشوا فيه. تديروا بحال هكا بحال هكا، وتدير واحد الديكور بحال هكا، واحد المثلث عامر هكا، وتدير واحد اللعيبه خط متقطع، ولا تديروا مثلث متقطع بحال بحال، وتنديروا اش هنا واش هي هادي، واش هنا واش هنا. تيقول لك الاستاذ هذا هو التمثيل ديال الكرام. التمثيل ديال الكرام غتقولوا اول سؤال شنو الحاجه، علاش هاد الروابط هادو بخط متصل، وعلاش هاد المثلث عامر وهاد المثلث خارج. هادي اللي تتكون خط هكا تنقولوا توجد في المستوى، المستوى هادي حتى هي توجد في البلان، هادي خلف المستوى، هذا امام المستوى، يعني الافون جات افون هادي. استاذ فين هو المستوى اللي تتهضر عليه؟ هو السبوره. السبوره استاذ، يعني دابا هاد العش وهاد العشره لاصقين في السبوره، غيجيو بحال هكا. شوف في السبوره هكا اييه استاذ، وهذا اللي للامام خرج من السبوره هكا اييه استاذ، والخلف فين؟ غندخل انا في الحيط، غيكون اللور لهيه انت. وهذا الشيء خصك تشوف الموديل في لا كلاس، الموديل في القسم فوالا. انا شديتهم ليك بحال هكا، غنجي نحطهم هنا. شوف شوف اسمحوا لي، غندير هكا ياك، غندير بحال هكا، خصهم يتحطو كوم سا. هاي تيكونو جوج هكا، شتي هذا وهذا اللي هاد هادي وهادي كاينين في السبوره هما، هاد الخط وهذا. شتي هاد الاخر، شتي هاد العش هذا تيكون جاي بحال هكا، ما كاينش في السبوره ولكن خارج من السبوره. اما داك الاخر اللي خط متقطع تيكون ما تيبانليكش، تيكون مخزون لورك، راه خزنتو دابا، راه شتي داك الزرق هاو انا خزنتو. غنقرب حدا الكاميرا باش تشوفو مزيان. دابا هذا مع هذا هما اللي تحطو في السبوره، شتي هذا اللي تتشوف تيكون لور مخزون ما تيبانليكش. هذيك نحو الخلف تنديروا لي واحد سميتو المثلث الخلف، هذا سميتها لا ريبريزونطاسيون، لا ريبريزونطاسيون دو كرام. اوكي الفقره ما قبل الاخيره، الجزيئات المتماكبه سو سون لي موليكول ايزومير. لي موليكول ايزومير شنو هما؟
غادي نحط لك ان اكزومبل باش تعرفها. انا نحط لك واحد اكزومبل. هذه واحد لا موليكول هيدروجين 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 اكسيتيرا بحال هكا. هذه واحد الصيغه ديالو. وهذه موليكول اخرى هيدروجين 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 هيدروجين. غادي نطلب منكم تعطيوني لا فورمول بغيت ديال هادي. لا فورمول بغيت الصيغه الاجماليه شحال من كربون فيها. حسبوا معايا واحد جوج. غتقولوا استاذ كيفاش تدور هذوك هذاك الشيء يجي من لويس. ما بغيتش ندخل في التفاصيل. كاين 1 2 3 4 هي السي 4. حسب هيدروجينات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سميتها الصيغه اجماليه. عطوني فورمول بريد ديال هذا 1 2 3 4. عطيني كوميان هيدروجين 3 و 3 6 7 8 نسيت واحد هنا 9 10. اول ملاحظه هاد لي موليكول عندهم لا ميم فورمول بريت. واضح واش عندهم لا ميم فورمول اللي نشرتها هنا سميتها لا فورمول ديفلوبي. لا فورمول ديفلوبي منشوره. هذه سميتها الصيغه المنشوره. استاذ لا هذه فيها الكربونات باربعه في خط واحد. الاخرى لا كاين ثلاثه في خط واحد وخرج واحد لتحت. يعني الديكور هذا ماشي هو الديكور ديالتي. تنقولوا بان لي زوزومير شنو هما؟ هو ان انصومبل دو موليكول. ان انصومبل يكونوا جوج الفوق. ولكن شريط هذا تكون عندهم لا ميم فورمول بريت. معنا لو نومبر دي زيليمون اللي في هذه هما اللي في هذه. غير شنو؟ غير في لا ريبارتاسيون مخالفين. بحال شي واحد تيلعب شي واحد تيلعب ياك حطيتي ليه الخشيبات وتيلعب وتيبدا يلقى شي مع شي. نفس العدد الخشيبات عنده نفس العدد فهم هادو. ولكن ملي تيبدا يلعب تيبقى يتفنن. مرة تيديرهم في خط واحد مرة تيدير خط وخرج شي لعبه هكا. هو نفس العدد. هادوك هما المتماكبات لي زيزومير. والفقرة الأخيرة هي لو تيب ديال لي فورمول شيميك. لي تيب فورمول شيميك. مثلا إلا عطيتكم مثلا واحد لا فورمول شيميك بحال هادي الصيغة. هادي سميتها لا فورمول بغوت. عقلوا عليها لا فورمول بريت ولا لا فورمول شيميك. كاين لا فورمول ديفلوبي بالعربيه الصيغه المنشوره. ديفلوبي ديفلوبي هي خاص تنشر الذرات كاملين. مثلا تجي يلا درت قبل قليل بحال هكا مثلا تنديروا هيدروجينات كوم سا في لويس هيدروجين 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 الى اخره بحال هكا. منين تتشدو كاع لي زاتوم ولي كربون تفرق كلشي سميتو ديفلوبي. معنا نشرطيها هادي فورميل ديفلوبي. لا فورميل سومي ديفلوبي صيغه نصف منشوره. اش تنديرو ليها؟ تنخليو لي كربون تنخليو الروابط تنحيدو الهيدروجينات نجمعوهم. شحال من الهيدروجينات؟ 3. تنديرو سي اش 3. هاد الكربون شحال فيه؟ 2 سي اش 2. هذا فيه 2 سي اش 2. هذا فيه 3 سي اش 3. تتسمى لا فورمول سومي ديفلوبي. اذا كاين 3 ديال لي فورمول سوا لا فورمول بريت سوا لا فورمول ديفلوبي سوا لا فورمول سومي ديفلوبي. وبالتالي انتهي من درس الجزيئات لي موليكول. بيان سور هذا الشيء ما يمكنليش نعرف بان فهمتوه ولا مازال ما فهمتوه. اكيد فهمتوه ما غاديش نشك. ولكن خاصك تبراتيكي سيتادير تمارين. الى ان نلتقي ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء.